بمشاركة نخبة عالمية من أطباء قسطرة القلب بالعالم، ينطلق في الرياض مؤتمر الرياض السنوي الثاني لصمامات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية وقسطرة القلب الأوروبية بحضور أكثر من 1400 ممارس صحي و80 متحدثة. أزيد من التفاصيل مع مساعد بن خضير. المؤتمر الحمد لله بدأنا السنة اللي راحت، السنة هذه مختلف تماما. بعض الدكاترة يقولوا ارتفع المستوى 800% في السنة دي. 9 مليارات نقل حي من دول العالم، 5 اليوم خلصناها. بدأنا من كوبنهاجن من الدنمارك على الساعة 10 بتوقيت الرياض، هناك عندهم الساعة 8، وخلصنا بتوقيت الرياض الساعة 4:15. 5 عمليات، آخر عملية من نيويورك، من أكبر مركز في أمراض القلب في نيويورك اللي هو ماونت ساينايد، وكانت استخدموا الصمام الجديد حق شركة إدوارد وحطوه في صمام متدهور قبل كذا. عمليات روعة، الناس مرة مبسوطة، الطلاب، الأطباء الصغار السن، الناس الكبار اللي لهم باع طويل في الطب كلهم معجبين فخورين. إنجاز عظيم. أعتقد السعودية والرياض كعاصمة المملكة العربية السعودية بهذا المؤتمر أصبحت وجهة للناس. يجوا يعني جونا اليوم من ماليزيا، من باكستان، من مصر، من أمريكا، أوروبا كلها، من بريطانيا، دول الخليج كلها شاركت، كل الدول اللي على بالك جات. يعني ما شاء الله تبارك الله، معلومات الأطباء ازدادت، شافوا أشياء جديدة عمرهم ما شافوها، وبكرة في أشياء حتكون من الرياض.